FM. الكلمة ليك. كرة السرعة في تونس انطلقت فعليا 1 سبتمبر 2015، يعني توا بمعدل عام، يعني عيد ميلاد مزيد تجديد ولا عيد ميلاد، يعني كرمناه بتنظيم بطولة عالم. وفي حد ذاته هو تنظيم بطولة عالم بالنسبة للجامعة فاتية عمرها عام يتسمى تحدي كبير. تحدي كبير انك تنظم تفتك بطولة عالم ولا في عام برك تنظم بطولة عالم، انك تكون نواة نتاع فريق وطني باش تنافس وتنافس على المراتب الثلاثة الأولى، وانك تكون جمعيات، وانك تعمل برامج تاع رسم وتكوين، يعني كله في حد ذاته يعني انجاز. دونك بدات يعني بدينا بالبرنامج راسك والتكوين، بدينا اختصينا يعني اساتذه التربيه البدنيه بين التربيه البدنيه والرياضه ومنشطي دور الشباب، خاطر نتصور هما يعني الاقرب، اكثر ناس اقرب للتلامذه يعني والناس باش يعلموهم كل شيء. بدينا باللي جورني دانيماسيون، يعني حاولنا تو بريسك عملنا 12 ولايه بالتنسيق مع المندوبيات الجهويه يعني في كل بلاصه، فما مندوبيات يعني تواصلوا معنا وفما مندوبيات مازالت ان شاء الله باش يكملوهم في البرنامج نتاعنا. دونك عملنا بريسك 8 ستاج هنا في تونس، يعني بالاستعانه مع خبرات يعني اجنبيه، يعني من مصر من فرنسا، ويعني والاستعانه مع الخبرات الناس اللي عندهم خبره في اللعبه، وخاصه اعتمد على النموذج المصري خاطرهم هما الابطال يعني في الرياضه. دونك اذا كان انت تحب تدخل بباب الكبير يلزمك يعني مصر تبارك الله في تنس الطاوله في السكواتش في كره السرعه معروفين. كره السرعه ما عندهمش منافس يعني لحد الوقت هذا. دونك تصور انت يعني في ولو 614 ضرب معدل 3 ضربات في الثانية، يعني تصور انت مدى نادي هليوبوليس في مصر عنده 45 ألف مشترك في كرة السرعة، يعني تبين احنا هنا في تونس يعني مازلنا ان شاء الله في البرامج المستقبليه نتاعنا نحاولوا ننشروها، نحاولوا نغرموا سيرتو الغرام، يعني مش بالقوه ومش كذا، يعني الغرام يكون يعني تدريجي، يعني بكلمه الحلوه يعني تحاول كيفاش تستقطب يعني العباد، تحاول كيفاش تنشرها بطريقه انك مثلا تنجم تستقطب برشا عباد. كاب اف ام الكلمه ليك.